الحين وقت كيكتي اللي احبها القريبة لقلب ايه؟ سكتوا طيب بص دخلوني مغنية ماشي دخلوني الحاجة لتميرة تعيد مين دي؟ تميرة تعيد انا بكو فرد السيطرة انا في البلد دي عنطرة انا حملة بالاصول ربك تديني القبول جمهوري في ظهري مجزرة طب من امتى كان في حد همني من فيكو مد ايده شدني لو بعتو اللي انت بتقوله ده انت عايز تلفت نظري بيك وانا مش هتلفت نظرك خالص مين اللي انت عايز التيم بتاعي اساسا انا مش التيم بتاعي لا مش التيم بتاعي بصراحة طب احكي لي بقى التيم بتاعي لا التيم بتاعي حاجة تانية احكي لي بقى التيم بتاعي حاجة الله الوكيل يا جماعة انا اعرف ناس حاسدين الواحد على كل حاجة لدرجة ان هو لو مشنوق على حبل المشنجة كده هيحسدوه هيقولوا ايه دي انت بتتمرجح من غيرنا ازاي يا جدع اخلاوي واحدة واحدة زميلي عراي حفل اخصمنا تداي كل اخرهم شغل زي هلا والله عرفي سكن بتجري يلا برا فكراني ارجع تاني ولا ايه فكرة لما مشيتي لما مرة اللي سيدي رجعة بتحكيها بس قولي رجع ليه انتي قومة بقيتي وحشة قوي بالامانة والحكومة حفسكي في الخيانة والمدانة عاملة فيها بنتي ناس وانتي في الاساس مدرسة انت بنت مدورة حاجة عسل فرس قلبي بيوجعني محتاج حد يدلعني نقص هرمون السعادة والحزن بيجي بزيادة اعمل هاشتاج هاشتاج لا تحبون واحد متزوج خلوه في حياته هو حر هذا اختياره وهذه قراراته حتى لو جيب كيلج انا ما احب زوجتي انا تزوجتها غصب ترى بنت عمي ترى فرضوها علي كل انعال كذاب كيف تزوجتها غصب تراك جايب من عندها 12 قرد شلون تزوجتها غصب كذاب تراك بالليلة تروح تنام في حضنها انا عامل الصح العام عارفوني على ارضي مضيئة هو حصة ورجل انا بيئة انفسي دي بتمشي بطيئة العمر ده مش هيطول اديني سكينة وانا ساعد انا غلط وبعترف بغلطي ده وربنا اللي عالم انه كان نيتي هزار ربنا اللي علم دانيتي هزار اتعلمت كتير جدا 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 اتعلمت من الغلط ده واحنا عايشين في الدنيا دي عشان نتعلم من اخطائنا وانا مش ملاك وانا جاية النهاردة اعتذر لكم انا اسفة وقت سعيد ووشه عامل زي حتة الجبنة نستو كده ورزل كده ما تفكرنيش بسنين مقرفة فاتت اوف نسيت اكل السلحفة ماتت نفسي ينزلني المستوى عشان مش طويل بس انا طيب زي هتلر غبي زي اي مش طويل لقيت مسمار في البورس كتبت ده اسمه فن عارفين المشكلة؟ ان السنة دي ابتدت باخواتي اخواتي اخواتي وانتهت باندال اندال 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 والله ما فيكم جدعان بس عشان نبو رجالة كلكم لما بتحضرني عيونك يا صافي وتحت السدرة وانا ادور دوا عيوني ما لقيته عسى فلها لعلة انا في حاجة تجنني ليه بضحك وانا بقرا كلامنا ولو انا وانت بنتخاصم ضحكتك بتنسي زعلنا انا النت يا ست الكل انا وانت احسن كابل في الدنيا كل لما انا واحدة مش عايزة اجوز بنتي لواحد ساقط انا حرة ساقط مش هقولك حاجة ما هو ساقط نعمل فيه ايه؟ نموته؟ لا نغيره هاتيلي واحد باللي هما بيطلعوا في التلفزيون دول بتوع جيل المستقبل عيال كده منظر شباب الجيل ترارارا انا عايزه واحد من دول حد من دول يقول لي يا طنط انا ما ده بيقول لي يا خالتي خالته منين ضمه قطعه دوتي